17 بندا هي تلك بنود جدول أعمال مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الخامسة بعد الأربعين، والتي تترأسها الأردن بعد أن تسلمتها من اليمن. ويأتي على رأس تلك البنود متابعة تنفيذ الخطة الجديدة للتحرك الإعلامي العربي في الخارج من أجل توجيه خطاب إعلامي عربي قوي للخارج. لابد للإعلام العربي من أن يتجاوز الأدوار الإعلامية التي تفتقر إلى النظرة الشمولية، وهو الطريق الأصوب والأمثل لعرض قضايانا القومية عرضا موضوعيا من شأنه أن يحد من محاولات تشويه الوجود الحضاري العربي. ولعل من أهم ما يجب أن نقوم به في وسائل الإعلام هو تعلم لغة الحوار وليس التصادم، ولغة العقل بعواطف إيجابية وليس بعواطف جياشة غير مسؤولة، عبر وسائل الإعلامية التقليدية المختلفة وفي وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي. ميثاق الشرف الإعلامي العربي ومشروع الاستراتيجية الإعلامية العربية احتل أيضا موقعا مميزا في مناقشات وزراء الإعلام العرب، وذلك بهدف تعزيز التعاون الإعلامي العربي. الدور على الإعلام العربي في هذه المرحلة بالتحديد يحتم علينا العمل بكل طاقاتنا كدول عربية لحماية هذه المنجزات العربية والتعاون والتكامل والتعاضد. نعتقد هذه التشاورات وهذه الملتقيات التي تقام في بيت العرب تعزز من هذه التكاملية. القضية الفلسطينية لم تكن بمنأى عن اجتماع وزراء الإعلام العرب، وخاصة أن ذكرى النكبة تتزامن مع عقد الاجتماع. الدول العربية مدعوة إلى مواصلة تقديم الدعم وتوفير شبكة الأمان المالية لتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني وفقا لقرارات مجلس جامعة الدول العربية في هذا الشأن. ولابد هنا من الإشادة بصمود الشعب الفلسطيني إزاء ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات على المواطنين المدنيين الفلسطينيين. يتزامن اجتماعكم اليوم مع إحياء شعبنا للذكرى 66 لنكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره من قراه ووطنه على يد العصابات الصهيونية عام 48، ومع إعلان الأمم المتحدة بأن عام 2014 هو عام التضامن مع الشعب الفلسطيني، آملا أن يكون عاما عربيا ودوليا يقرر فيه العالم إنهاء أطول احتلال في التاريخ المعاصر. وخلال اجتماع وزراء الإعلام العرب تم الإعلان عن تدشين البوابة الإلكترونية للجامعة العربية لتكون بمثابة المنظار على جميع الفعاليات والأنشطة التي تحدث داخل الجامعة. الإعلام العربي ما له وما عليه بحسناته وسيئاته وقضاياه المعقدة والمتشابكة مع أحلامه المستقبلية، كلها موضوعات ناقشها وزراء الإعلام العرب في دورتهم الجديدة بحثا عن تعزيز التعاون الإعلامي العربي. من مقر الجامعة العربية، أحمد عبيس، تلفزيون سلطنة عمان، القاهرة.